أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، مرة ثانية ألتقيكم وموضوع جديد معكم المدرب سامر سعد. اليوم راح نتكلم بشكل مفصل عن أحد التدريبات المهمة اللي يستخدمها مدربي كرة القدم بشكل كبير جدا، خصوصا في فترة المنافسات أو فترة الإعداد الخاص، والتي هي تدريبات تحمل السرعة. اليوم راح أعطيكم تمرين لتحمل السرعة، تمرين مهم ومفيد جدا للاعبي كرة القدم المفتوحة والصالات. قبل ما ندخل إلى التمرين ونتكلم به بشكل تفصيلي، أدعوكم إلى المشاركة في قناتي ونشرها مع أصدقائكم من أجل زيادة التفاعل. طبعا نرجع للتمرين. اليوم التمرين شوفوه مثل ما موضح أمامكم بالرسم. وزعنا طبعا نوزع اللاعبين إلى مجموعات، ويفضل أن تكون كل مجموعة من 3 لاعبين، ونقسم مسافات التمرين إلى المسافة الأولى هي 10 متر، المسافة الثانية هي 20 متر، المسافة الثالثة هي 30 متر، وهذه المسافة تعتمد على مستوى اللاعبين البدني ومدى جاهزيتهم. طبعا هذا التمرين يطور تحمل السرعة ويأخر مستوى التعب للاعب من خلال السرعة وزيادة تحمل حامض اللاكتيك. مستوى التعب اللي أقصد به أثناء أداء السرعة فقط، أي بمعنى عدم هبوط السرعة أثناء الركض السريع. طبعا اللاعب رقم 6 بالحركة الأولى يبدي يدحرج الكرة للشخص الأول. قبل ما يدحرج الكرة احنا نظمنا التمرين مالتنا، هنالك 3 كرات على 3 شواخص الأولى، واللاعبين الثلاثة اللاعب الأخير دائما يكون حامل مع كرة. يبدي التمرين اللاعب رقم 6، أول لاعب يدحرج مسافة 10 متر، ومتى ما يصل إلى الشخص ينطلق بشكل سريع بدون كرة إلى الشخص الثاني ليأخذ الكرة، وبالتالي يسوي دحرجة مرة ثانية لمسافة 20 متر، وأيضا يرجع 20 متر ليأخذ كرة من الشخص الثالث ليقوم بالدحرجة لمسافة 30 متر، وبالتالي رجوع سريع 30 متر. هذه التمرين ممكن يكون زمنه وفق مستوى اللاعب وسرعته، وأيضا كل ما كان اللاعب بمستوى أعلى من المهارات الأساسية كان مستوى الركض أسرع، باعتبار أن المهارات واصلة إلى المرحلة الآلية. طبعا هنا اللاعب يؤدي التمرين التكرارات 5 تكرارات بين تكرار وآخر راحة لمدة دقيقة، وممكن نقلل فترة الراحة إذا كان لاعبين ذو مستوى بدني عالي ومتدربين على مدار، يعني مثلا إذا أدرب مستوى محترفين ممكن أزيد المسافة أو أقلل فترات الراحة، وبالتالي زيادة شدة التمرين. طبعا راح تقول لي شدة التمرين كيف راح أحسبها؟ شدة التمرين هنا أنا لازم اللاعب يؤدي بأسرع ما يمكن، وممكن إنه نحسب الشدة من خلال النبض، لكن اللاعب لازم يقوم بتأدية شدة عالية، لأنه الغرض من هذا التمرين هو البقاء بأقصى سرعة ممكنة في الأداء لأطول فترة ممكنة، وبالتالي زيادة تحمل السرعة. راح نروح إلى أنيميشن، تمرين حركي أكثر، من أجل أن أوضح لكم هذا التمرين بشكل مبسط. لكن قبل ما أروح، أنت ممكن أنه تتلاعب بالمسافات، يعني هذه المسافات 10 20 30 ممكن تتلاعب بها، تخليها 5 10 15، وهذا بما يتوالم ويا هدفك التدريبي وما يتوالم ويا إمكانيات لاعبيك. يعني مثلا إذا لاعبيني أني لاعبين شباب وليس مبتدئين على مستوى وليسوا على مستوى عالي، ممكن أنه أنا أقلل الفترات أو مسافات التمرين. راح نروح إلى الأنيميشن نشوفه بشكل توضيحي أكثر. طبعا قسمنا هنا اللاعبين
عندنا 12 لاعب قسمناهم مثل ما تلاحظون أمامكم، قسمناهم إلى 4 مجاميع، كل مجموعة تتكون من 3 لاعبين، ووضعنا الكرات قرب الشواخص مع وجود كرة للاعب الثالث الأخير. راح يعملون كل اللاعبين بشكل متناغم مع بعض. راح نشوف المجموعة الأولى تطلع توصل إلى الشخص الأول، ترجع سريع تأخذ كرة، وبالتالي اللاعب الثاني يطلع مرة ثانية واللاعب الثالث، وبالتالي يستمر التمرين. بعد ما يخلص التمرين اللاعب يرجع يتمشى وياخذ قسط من الراحة المقننة للتمرين، وبالتالي هنا راح يكون عندك، هنا أصبح عندك تكرار واحد. التكرار الثاني هنا أمامكم اللي تشوفوه، وأيضا تكرار ثالث ورابع، وأنت تقوم ب5 تكرارات مع مراعاة زمن الراحة. قلنا ما بين تكرار وآخر هي دقيقة واحدة، لكن إنه ممكن هاي الفترة تقل بالاعتماد على مستوى اللاعبين. مرة ثانية إذا كنت ما مشارك في قناتي أدعوك للمشاركة، وإذا عندك أي سؤال أو أي استفسار يخص هذا التمرين اكتب لي بالتعليقات وأني راح أجاوبك. شكرا جزيلا، كان معكم المدرب سامر سعد، وإن شاء الله يكون هذا التمرين مفيد لجنابكم وممكن تطبقه، وأيضا بأشكال متعددة. مع السلامة.